Welcome Primary 6. النهاردة إن شاء الله هنكمل Unit 3 اللي كنا بنتكلم فيه عن الأتموسفير والجازز اللي موجودة في الأتموسفير. اللسن اللي فات قلنا يعني إيه أتموسفير، وقلت إن الأتموسفير is a mixture من الجازز، mixture of gases. الجازز دي كل جاز منهم موجود بـpercent معينة، وقلت إن عندي في أكسجين جاز ونيتروجين جاز وكربون دايكسايد and other gases. خدنا المرة اللي فاتت الأكسجين جاز بدأنا بيه، وعشان أفكركم كان الموست أباندنت جاز كان النيتروجين، وكلمنا عن الأكسجين جاز إنه هاتو 21 وموجود أو واخد حوالي 1/5 of the volume of the atmosphere. تمام؟ النهاردة هناخد lesson 2 اللي بيكلم فيه عن الكربون دايكسايد. الكربون دايكسايد هو الجاز التاني معانا اللي بنتكلم عنه في اليونت ده. طبعا خدنا برضو المرة اللي فاتت وقلت ان الفوتوسينثيس بروسيس هي بروسيس بيعملها البلانت علشان يجت their own food. تمام؟ وقلت عشان البلانت يعمل فوتوسينثيس بروسيس بياخد الكربون دايكسايد من الاير والووتر والمينرال من السويل والسن لايت من السن، ويخرج لي الاكسجين جاز والفود بتاعه، مش كده؟ يبقى اكيد الكربون دايكسايد از فيري امبورتنت، لان هو كان امبورتنت في الفوتوسينثيس بروسيس اللي البلانت بيستخدمها عشان يعمل بيلدينج لذير بودي اند ميكينج ذير اون فود. تمام؟ طيب ندخل على الستركتشر بتاع الكربون دايكسايد. السمبل بتاع الكربون دايكسايد is CO2. CO2 C is a sample of carbon, O is a sample of oxygen. So الكربون دايكسايد gas is consists of what? One carbon atom linked with two oxygen atom. يبقى انا عندي الكربون دايكسايد is consists of one carbon atom and two oxygen atom, CO2. تمام؟ طيب وطبعا في كتابتها عشان دايما بتغلطوا فيها C capital letter, O also capital letter. تمام؟ with two under O. نيجي نشوف السورسز بتاعت الكربون دايكسايد gas. طبعا سورس منه احنا عرفناه خلاص، مش كده؟ اللي هو ايه؟ اللي هو respiration process. لما بنعمل respiration بتتقسم لتو processes, inhalation and exhalation. في الاكسهاليشن ده بنعمل ايه؟ بنجيت اوت الكربون دايكسايد فروم اور بوديز، مش كده؟ تمام. فاول source لكربون دايكسايد gas هو respiration process او الاكسهاليشن process بالتحديد. تمام. Number 2 burning of organic compounds like wood, oil, coal. خلاص يبقى انا عندي لحد دلوقتي two sources لكربون دايكسايد، يا اما من خلال respiration process او نعمل exhalation يعني، يا اما burning of organic compounds لما بنحرق wood، نحرق خشب، نحرق coal. كل دي حاجات هتطلع gas اللي هو ايه؟ كربون دايكسايد. Number 3 هي burning of fuel in factories and transportations. وسائل المواصلات او المصانع طبيعي انها بتحرق فيول او بنزين. نتيجة حرق الفيول ده في دخان بيخرج او في جاز بيخرج، الجاز ده هو الكربون دايكسايد. يبقى we have three sources for carbon dioxide: exhalation process, burning of organic compounds and burning of fuel. تمام؟ البرسنت بتاعت الكربون دايكسايد احنا قلنا المرة فاتت ان انا عندي البرسنت بتاعت الكربون دايكسايد and other gases كانت one only، مش كده؟ بس دي الكربون دايكسايد ومعاها other gases. الكربون دايكسايد لوحده قد ايه؟ قليل جدا، 0.03% of the air volume. تمام؟ طيب هل يا ترى البرسنتيج بتاعت الكربون دايكسايد دي بتفضل فاكسد ولا بتزيد؟ لا، هي في حاجات ممكن تزودها، وطبعا على لو زاد او حصل increasing في البرسنتيج بتاعت الكربون دايكسايد دوت very harmful، ضار جدا. طيب تعالوا نعرف الاول ازاي بيحصل increasing للamount of carbon dioxide in air وايه الresults او الharmful results اللي ممكن تنتج نتيجة زيادة الكربون دايكسايد في الاير. تمام؟
1 removal of forests. طبعا احنا عارفين في حاجة اسمها تقليم الغابات، اكيد خدتوها حتى في السوشيال، وده سبب رئيسي بيزود نسبة الكربون دايوكسيد في الاير. ليه؟ لان طبعا لما بيحصل الريموفال للفورست دي نسبة البلانتس اكيد هتقل. ما البلانت يقل، هو البلانت اللي كان بيسحب الكربون دايوكسيد عشان يعمل فوتوسينثيسيس بروسيس، فانا لما بقلل البلانتس دي انا براكم نسبة الكربون دايوكسيد او اخليها تنكريز. نمبر 2 combustion of massive amounts of fuel، لما نحرق كمية بنزين اكتر او يحصل massive amount of fuel combustion طبعا لازم يزيد كمان الـ amount of carbon dioxide او الـ percentage of carbon dioxide. يبقى احنا عرفنا ايه الحاجتين اللي ممكن يزودوا الـ carbon dioxide percentage in the air. تعالوا نشوف بقى ايه الـ harmful results منها، او ايه الـ harms بتاعة increasing الـ carbon dioxide percentage. Number one، لو الـ carbon dioxide ال percentage بتاعته increased في الاير هيحصل suffocation لل living organisms. يعني ايه suffocation؟ suffocation معناها اختناق او difficulties in breathing، هيبقى في صعوبة في التنفس. احنا عارفين ان احنا بنعمل breathing او بناخد inhaled air اللي هو اللي بيبقى جواه الاكسجين، وبنعمل breathing out او بنطلع carbon dioxide في الاكساليشن process، مش كده؟ طيب لما يكون الكربون دايوكسيد اللي احنا المفروض مش بنتنفس احنا بيخرج من الاكسهال ده بيزيد، فهيحصل suffocation تمام، او اختناق او difficulties in breathing. نمبر 2، نمبر 2 بيحصل حاجه اسمها global warming. global warming what the meaning of global warming، معناها ان يحصل rising in the temperature of the earth، درجه الحراره هتبتدي تزيد، ده اسمه ايه؟ اسمه global warming تمام. نمبر 3 بيحصل melting snow causing rising. طبعا لما يحصل melting للسنو هيحصل ايه؟ هيرتفع السي ليفل، او يحصل rising in the sea level. نقول تاني، يبقى في 3 harms لل increasing of carbon dioxide percentage in air. نمبر 1 suffocation، نمبر 2 global warming، نمبر 3 melting snow. طيب احنا كده عرفنا ان الكربون دايوكسيد المين سورس بتاع الاير اللي خارج من الهيومن بودي، وعرفنا بيرنينج اوف فيول وبيرنينج اوف اورجانيك كومباوندز. عرفت ان الكربون دايوكسيد كونسيست اوف كربون اند تو اوكسجين اتوم، مش كده؟ عرفت ان في حاجات ممكن تعمل انكريزنج للاماونت اوف كربون دايوكسيد، زي ايه؟ زي ريموفال اوف فورسز اند كومباستشن او بيرنينج اوف ماسيف اماونتس اوف فيول تمام. طيب تعالوا نعمل نشوف ازاي. احنا قلنا ان في من ضمن السورسز بتاعه الكربون دايوكسيد هو الاكسهيلد اير. ازاي اتاكد ان الاكسهيلد اير دوت بيبقى كونتين كربون دايوكسيد جاز؟ في اكسبيرمنت لطيفه كده بنعملها وبتعملوها في اللاب، بتوضح لنا ان الاكسهيلد اير اللي بطلعه فعلا فيه كربون دايوكسيد. هنعمل ايه؟ هنجيب زي ما انتم شايفين كده، هنشوفها فيديو طبعا، هنجيب زي ما انتم شايفين كده تيست تيوب. التيست تيوب دي هنحط فيها لايم ووتر دوت ووتر ما فيهوش اي تربدتي، يعني نقي كده زي ما انتم شايفينه. طيب وهنبتدي ننفخ فيه باي سترو او شاليمو. طبيعي احنا الهواء اللي احنا بننفخه او بنعمل له اكسهيلنج دوت ده اسمه ده كونتين كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد لما بيعمل رياكتنج مع لايم ووتر هيحصل ايه؟ هيحصل تربيديتي، المايه هتتعكر او لونها هيبقى ملكي كده زي ما انتم شايفين. ليه؟ لان الكربون دايوكسيد عمل رياكتنج مع لايم ووتر فكون CaCO3 ودوت اللي لونه ابيض زي ما انتم شايفين، فخلى الووتر بقت ملكي او بنقول عليها تربد تمام. طيب تعالوا نشوف فيديو بقى هيوضح اكتر. هذه اللايم ووتر نقدر نعمل ننفخ فيها بالسترو او شاليمو. لحد ما يتكون CaCO3 اللي هو كالسيوم كربونات.
تمام. طيب ازاي نعمل preparation لكربون دايكسيد جاز in lab زي ما عملنا preparation المرة اللي فاتت للأكسجين جاز في اللاب؟ تمام، هنعمل preparation لكربون دايكسيد جاز في اللاب ازاي؟ حد فاكر ازاي عملنا preparation للأكسجين جاز؟ جبنا ايه؟ جبنا الهيدروجين بيروكسيد او اللي بنقول عليها الاكسجين ووتر، وحطينا عليها الكاتاليست منجنيز دايوكسيد، فحصل لها ايه؟ بريكنج داون او كسرت وادتني ووتر اند اكسجين. طيب ازاي نعمل بريباريشن للكربون دايوكسيد جاز في اللاب؟ نعمل ايه؟ هنجيب كالسيوم كربونات، كالسيوم كربونات وديلوتد HCl، يعني HCl حمض هيدروكلوريد مخفف، وهنحطهم على بعض. هيحصل ايه؟ هيتصاعد غاز الكربون دايوكسيد. للكربون دايوكسيد جاز لما جينا نعمله preparation in lab حصل collected by upward displacement of air. خلاص احنا عرفنا ان احنا لما نيجي نعمل preparation carbon dioxide gas بيحصل by upward displacement of air، ولان الكربون دايوكسيد is heavier than air. طيب ليه الكربون دايوكسيد لما جينا نعمل له preparation ما استخدمناش ووتر، او ما يعني ما حصلش displacement للووتر زي في الاكسجين جاز؟ هناك في الاكسجين جاز كان الاكسجين قلنا من ضمن البروبرتيز بتاعته ان هو ايه؟ rarely dissolved in water او scarcely، يعني بيدوب او بيدوب ببطء او ما بيدوبش، نادر الذوبان في الووتر، مش كده؟ طيب لكن الكربون دايوكسيد easily dissolves in water للكربون دايوكسيد جاز. يبقى نقول تاني، عشان نعمل preparation لكربون دايوكسيد جاز عملنا ايه؟ استخدمنا كالسيوم كربونات او CaCO3 وحطينا عليه diluted HCl اللي هو الهيدروكلوريك اسيد، خرج لي كربون دايوكسيد جاز. لما جينا نعمل preparation لكربون دايوكسيد جاز حصل upward displacement للاير. ليه؟ لان الكربون دايوكسيد is heavier than air، فبيبقى ينزل هو تحت، والووتر والاير سوري هي اللي بايه بتعلى لفوق، بالظبط نفس الاكسجين جاز. بس في الاكسجين جاز كان البريباريشن فيه upward displacement excellent للووتر. طيب ليه هنا بقى في الكربون دايوكسيد ما حصلش collection by displacement of water؟ لان الكربون دايوكسيد is easily dissolves in water. تعال نشوف بقى مع بعض الفيديو اللي هيحصل فيه preparation. Laboratory preparation of carbon dioxide. A few pieces of calcium carbonate are taken in the round bottle flask. Concentrated hydrochloric acid is added to it until carbon dioxide evolves steadily. The carbon dioxide gas evolved is collected in the jar by the upward displacement of air. هذه carbon dioxide gas متكون by the upward displacement of air. عارف دلوقتي بقى البروبرتيز بتاعه الكربون دايوكسيد جاز. نمبر 1 it is colorless and odorless like oxygen. نمبر 2 it is heavier than air so it's prepared by upward displacement of air، وده شفناه في البريباريشن. نمبر 3 it is easily dissolved in water، بيدوب بسهوله، so it's not prepared by displacing water، عشان كده مش يعني مش بيحصل زي الاكسجين displacing للووتر. نمبر 4 it doesn't burn and also doesn't help in burning عكس الاكسجين جاز. الاكسجين جاز قلنا ان هو doesn't burn but help in burning. الكربون دايوكسيد doesn't burn and doesn't help in burning برضو، علشان كده بنستخدمه في اطفاء الحرائق او الفاير extinguishing. Number 5 in presence of carbon dioxide gas، في حالة وجود الكربون دايوكسيد جاز. احنا المرة اللي فاتت لما عملنا burning للمغنيسيوم ربن في
with oxygen يعني حصل 8 كون وايت باودر اللي هو المغنيسيوم اوكسايد. لو عملت نفس الاكسبيرمنت المره دي بس في وجود الكربون دايوكسيد جاز هيتكون عادي الوايت باودر وهيبقى فيه ديبوزيشن من بلاك لاير او طبقه سودا هتتكون او الكربون هيحصل له ديبوزيت على الوولز بتاعه السلندر تمام لان طبعا الكربون دايوكسيد بلس ام جي ايكوال ام جي او بلس كربون طبعا مش هعليكم الايكويشن بس دي للتوضيح جه منين الكربون اللي ايه حصل له ديبوزيت على الوول بتاعه السلندر. طيب نشوف الفيديو اللي بيورينا ازاي هيحصل ديبوزيشن للكربون اون ذا سلندر في حاله ان يكون عملنا بيرنينج للمغنيسيوم ربن بس ان بريسنس اوف كربون دايوكسيد. طيب زي ما احنا شفنا ادي البلاك لاير دي هي دي من الكربون اللي تكون في الوول بتاعه السلندر او تيست تيوب. اخر حاجه معانا هي الامبورتنس اند يوزز اوف كربون دايوكسيد جاز استخدامات الكربون دايوكسيد جاز. نمبر 1 بنستخدمه طبعا في الدو او في العجائن لان بنستخدم الخميره وبيطلع كربون دايوكسيد جاز وده اللي بيخلي البريد بورس اند تيستي وجود الكربون دايوكسيد جاز. نمبر 2 نستخدمه في اكستنجويشنج فاير للسائلين عشان نعمل اكستنجويش للفاير في طفايات الحريق يعني بيكون كونتينينج كربون دايوكسيد جاز يبقى نمبر 1 ان ميكينج بريد. نمبر 2 اكستنجويشنج فاير. نمبر 3 في صناعه الصودا ووتر او اللي هي كل البيبسي والصودا ووتر. نمبر 4 فورميشن اوف دراي ايس. الدراي ايس هجيب لكم فيديو كده يوضح لكم ايه هو الدراي ايس. نمبر 5 في الفوتوسينثيس بروسيس احنا عارفين ان البلانت يوز فوتوسينثيس بروسيس فور producing اكسجين جاز اند الفود فور ذا بلانت. طيب ادي الدراي ايس اللي هو ميد من ميد اوف كربون دايوكسيد جاز. كده احنا عرفنا ال uses of carbon dioxide. نقول تاني making bread. number 2 soda water والسودا water عشان كده unhealthy هي عبارة عن sugary solution plus carbon dioxide gas. extinguishing fire. number 4 dry ice and photosynthesis process by the plant. احنا كده خلصنا. thank you. نشوفكم اللسن الجاي إن شاء الله مع النيتروجين غاز the end of unit 3.